أيام قليلة بتفصلنا عن انطلاق مباريات كأس العالم يلي الكل ناطرة ويلي رح تقام بالنسخة الحالية من في مدن روسيا على هامش البطولة، وستقام بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات بطولة كرة القدم من أجل الصداقة. واللي هي عليها فعالية بتجمع الأطفال من جميع أنحاء العالم. لنحكي أكثر عن هيدا البطولة بيسعدنا يكون معنا الكابتن مازن الهندي اللي حيكون متواجد بالبطولة الحالية اللي رح تنطلق بيوم 11 حزيران الحالي. أيضا رمضان كريم كابتن وسلامات. يسعد صباحكم ليا صباح وسالي، النور. و يعني كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان. أنا صار لي زمان ما طلعت بالبرنامج الصباحي، أهلا كنا وسهلا. دائما نطلع نحكي عن مواضيع رياضية معينة، وإن شاء الله هلا حنكون متواجدين حتى هلا كمان في هلا حدث حنحكي أكثر. معين؟ تماما، في حدث نعم وحيكون للبرنامج الصباحي بالفترة القادمة جزء معين من التغطية المرافقة لبطولة كرة القدم من أجل الصداقة. نعم مازن، رمضان كريم ينعاد عليك. من ضمن أجواء رمضان كمان كل الدنيا عم تحضر للمونديال، أكيد ولكن بالبداية خلينا نحكي عن بطولة كرة القدم من أجل الصداقة، خلينا يلي رح تصير ب 11 حزيران أيضا، تماما، خلينا نحكي هي عنه. بطولة كرة القدم من أجل الصداقة هي مشروع أطلقته شركة غاز بروم الروسية بالعام 2011. هذا المشروع يهدف إلى نشر ثقافة كرة القدم في العالم بالأعمار الصغيرة. يعني اليوم عم نحكي عن أعمار أطفال بعمر 12 سنة، هو هذا السن الأفضل لنشر قيم المحبة، التسامح، العدالة وكل القيم الحلوة بعالم كرة القدم. ونحن مثل ما بنعرف أنه دائما كرة القدم هي من الأشياء التي تجمع البشر على شيء موحد، وهذا الشيء كان الانطلاق بفعاليات هذا المشروع، مشروع كرة القدم من أجل الصداقة، اللي مو هو بس فقط بيحوي على جانب رياضي، هو في له كمان جوانب أخرى. في شيء اسمه المركز الدولي لصحافة الأطفال، يعني على صعيد الدول، وهلأ حنحكي أكثر، أنه حيكون في أطفال مشاركين من كل دول العالم بكرة القدم، بكرة القدم، وأيضا في حيكون رياضات في تانية. صحفيين، لا صحفيين أطفال، وهن مشاريع صحفيين المستقبل، وفي المركز الدولي لصحافة الأطفال اللي حيكون موجود، ومن خلال أيضا منتدى كرة القدم من أجل الصداقة بمشاركة كل الأطفال اللي حيلعبوا كرة قدم وكل الأطفال اللي هن يعتبروا صحفيين المستقبل. نعم جميل كابتن، رح نكمل حديثنا معك، ولكن خلونا نروح لنشوف الفيديو اللي بيورجينا أجواء التحضير للبطولة اللي حتنطلق بعد أيام قليلة. يعني مثل ما شفنا يا كابتن مازن، الأجواء أجواء حماسية، أجواء غير شكل السنة. قبل ما نفوت ونغوص بالتفاصيل، خلينا نشوف هيدا الشيء اللي بإيدك يلي هو عبارة عن لونين أخضر وأزرق، لونين صح؟ أخضر وأزرق، هو شعار خلينا هيك نشوفها. البطولة، مبينة يمكن أكيد مبينة. هو شعار البطولة، هذا شعار يوزع بكل أنحاء دول العالم. بالعام 2018 توزع 10 ملايين ربطة إيد اللي هي شعار البطولة. إذا سألتيني ليش اللونين الأزرق والأخضر، الأزرق يرمز إلى السماء والأخضر يرمز إلى ملعب كرة القدم، عشب اللي 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 بيكون موجود على أرض الملعب، وهو يعني حد يعني لونين من الألوان الطبيعية الحلوة اللي ركزت عليهم أو ركز عليهم مشروع كرة القدم. طيب شو الفكرة من يعني؟ من أجل الصداقة. هي شو الفكرة من وضع هي الربطة، هي الربطة؟ يعني شيء بيجمع كل الناس، يعني كل حدا
توصلوا هي الرابطة وبيصير هو جزء من مشروع كرة القدم من أجل الصداقة والأهداف التسعة لهذا المشروع اللي هي كلياتها أهداف تدعو إلى السلام، إلى المحبة، إلى الخير، إلى المساواة بين البشر. كلياتها هي بالنهاية صحيح. يمكن اللونين كابتن مازن الأخضر والأزرق في لون رموز معينة بيريحوا نفسيا أكيد. فإذا كيف كان الموضوع تماما عن الصداقة يلي هي دخلت كرة القدم يلي الروح الرياضية بتفرض جميع القيم سواء كان الصداقة ولا أي أشياء أو حتى الود باللعب. خلينا طبعاً نحكي عن الاختلاف يلي طرأ هذه البطولة بين النسخة الأولى الماضية اللي صارت على هامش كأس القارات وبين النسخة الحالية يلي عم يتحضر عليها هامش كأس نهائيات كأس العالم. والمشروع مثل ما ذكرنا انطلق بعام 2013، بسنواته الأولى أقيم على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2013-14-15 و16 على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. بنسخة العام 2017 وكون روسيا هي مستضيفة كأس القارات أقيم بمدينة سان بطرسبرغ الروسية على هامش بطولة كأس القارات، واليوم عم يقام بالعاصمة الروسية موسكو على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم. الجديد بنسخة العام الحالي هو مشاركة الأطفال من 211 دولة حول العالم. يعني بالنسخ الأولى من البطولة كان الاعتماد المشاركة أنه بيجي أطفال محددين، يعني فريق كامل من دولة محددة. مثلا بالعام 2016 شارك فريق الوحدة من سوريا وسافروا جميع الأطفال من سوريا من نادي الوحدة للمشاركة بهي البطولة. بالنسخة العام الحالي وزعوا الأطفال من 211 دولة على فرق مختلطة ميكس، يعني حيكون كل الفرق حتكون ميكس، يعني هو فريق انترناشنال. والشيء الجديد كمان اللي أضافته اللجنة المنظمة لمشروع كرة القدم من أجل الصداقة هو تسمية الفرق بأسماء حيوانات مهددة بالانقراض، يعني تشجيعا أو للفت النظر بشكل أكبر لهدول المخلوقات اللي عايشين معنا على نفس الكوكب، وأيضا لأعطاء الأطفال فكرة أكبر عن هدول الحيوانات. فكانت التسمية يعني بأسماء الفرق حتكون بأسماء الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو مشروع كمان يعني إضافي للشركة المنظمة اللي هي لمشروع كرة القدم من أجل الصداقة لتسليط الضوء أكثر على الحيوانات المهددة بالانقراض. ويعني حيكون مثل ما هلأ حنحكي بعد شوي من سوريا حيكون في مشاركين، والشيء الحلو أنه المشاركين من سوريا حيكون لهم جزء كتير مميز بمشروع كرة القدم من أجل الصداقة اللي هو حينطلق بثمانية حزيران. ولكن المشاركة السورية هو الفعاليات الخاصة بكرة القدم حتنطلق ب 11 شهر. والمشاركة السورية متى رح تكون؟ المشاركة السورية حتكون من خلال طفلين. الطفل الأول هو عبد الله نجار، هو طفل سوري تماما. يمكن اللقطات اللي عم نتابعهم للشاشه لمشاركه فريق الوحده بالعام 2016 بنسخه العام 2016 اللي جرت بمدينه ميلانو الايطاليه على هامش المباراه النهائيه لدوري ابطال اوروبا بال 2016 واللي كانت بين فريقي ريال مدريد الاسباني واتلتيكو مدريد الاسباني، وشارك فيها نادي الوحده بنسخه هداك العام، وكانت مشاركه مميزه جدا لنادي الوحده لعده اسباب، وبالاخص انه كان الاعلام العالمي وفكره انه اليوم انت تجيب فريق من سوريا في بلد عانى من الحرب على مدار سنوات طويله، هي الفكره لحالها كانت جذابه للاعلام العالمي، وصار في كثير مقابلات وخلينا نقول تسليط الضوء اعلاميا على فريق الوحده اللي شارك بنسخه العام 2016. وشبكه قنوات روسيا اليوم انتجت فيلم وثائقي خاص عن مشاركه فريق الوحده بالعام 2016 بمشروع كره القدم من اجل الصداقه بعنوان فيلم اسمه ملعب الحرب، وعرض في دمشق في نادي الوحده من خلال حفل جماهيري كان كثير كبير بمشاركه كثير كبيره، وايضا من مندوبين من الشركه الراعيه ومن الجهه المنظمه لمشروع كره القدم من اجل الصداقه. ويعني اتى كاس البطوله الى مدينه دمشق، وكنا حاضرين بهي الفعاليه اللي صارت بالعام
2016. هذا على صعيد تاريخيا نادي الوحده. على صعيد على الصعيد الحالي حيشارك من سوريا، حيكون موجود الطفل عبد الله نجار، هو احد المواهب الكرويه الصاعده في سوريا، حيكون مشارك هو طفل من نادي المجد السوري، تم اختياره من قبل الاتحاد العربي السوري لكره القدم بعد المفاضله مع عدد من المواهب الكرويه. وايضا بفئه الصحفيين الاطفال حيشارك المعلق السوري اللي انتم صدفتوه بالاخباريه السوريه ببرنامج صباحنا غير، اللي هو المعلق يزن طه. يزن طه اللي هو عنده موهبه تعليقيه ما شاء الله، هو طفل سوري عايش بالكويت، حيكون المعلق الرئيسي للبطوله وسيعلق على البطوله باللغتين العربيه والانجليزيه. وهي البطوله بالمناسبه هو المعلق الرئيسي، يعني هو المعلق الرئيسي للبطولة، وحيعلق باللغتين العربية والإنجليزية. وأحداث البطولة ستنقل إلى 185 دولة مختلفة، من بيناتها سوريا عبر الإخبارية السورية، اللي إن شاء الله حنكون متواجدين أكيد بأحداث البطولة. كابتن مازن، يعني طالما حكينا عن الطفل عبد الله النجار، رح نروح لنشوف فيديو صورته الإخبارية السورية مع والده ونرجع. اسمي عبد الله النجار، بلعب نادي المجد بصف السادس. مبسوط كثير طبعا، مو اي حدا بيصح له انه يطلع يحضر افتتاحية كأس العالم. فرحانة كثير، يعني بتعرف عليهم وبشوفهم وكثير حابب انا هالطلعة وفرحانة كثير. يعني انا لاحظت عبد الله من ظهرته بيحب كرة القدم، من حتى لما اشتري له اللعب بيحب كرة القدم بالبيت، شو بيلاقي شغلات من دورة بيلعب فيها ككرة قدم، فلاحظت عليه هاي الموهبة يمسكها ياخذها يجيبها، وانا كمدرب عندي إلمام بهالموضوع، فاكتشفت انه لازم نحطه. عبد الله النجار من سوريا، حشارك في بطولة كرة القدم من أجل الصداقة. يعني بدنا نوجه تحية لعبد الله وأبو عبد الله. أكيد. بالمناسبة الكابتن محدين النجار هو أحد لاعبي نادي المجد ونادي النضال، يعني عائلة رياضية عريقة تماما. حتى ابنه الكبير كمان هو بمنتخب سوريا للأشبال، وبعتقد كمان حيوصل لمنتخب الناشئين. بدنا نوجه لهم التحية، وأكيد تجربة مميزة. يعني اليوم أنت طفل عم تاخذيه ل يشارك بهيك محفل دولي بمشاركة جميع دول العالم، وحيحضر المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم اللي حتصير باستاد لوجنيكي يوم 14 حزيران، ناطرين ما بين روسيا والسعودية المباراة الافتتاحية لكأس العالم. فبالتأكيد تجربة كتير مميزة لكل الأطفال اللي حيكونوا متواجدين بالبطولة. نعم كابتن، خلينا نروح وعند الكابتن فراس الخطيب ونحكي يمكن عن تحضيراته ومشاركاته يلي رح تصير ايضا. تماما، الكابتن فراس الخطيب اللجنة المنظمة لمشروع كرة القدم من اجل الصداقة اختارته سفير. لا، اللجنة المنظمة اختارته سفير للبطولة. حيشارك الكابتن فراس الخطيب وحيكون له دور كتير فعال كواحد من الكباتن المنتخبات الوطنية المتواجدين، ومثل ما حكيت هو سفير للبطولة. مثل ما بنعرف يعني على مدار السنوات الماضية مشروع كرة القدم من أجل الصداقة استقطب نجوم عالميين كبار بعالم كرة القدم، نتذكر منهم الأسطورة الألمانية فرانس بيكنباور اللي كان موجود بنسخة العام 2016، أيضا غاب عني الاسم أحد نجوم المنتخب الهولندي فان باستن كمان كان موجود اللي هو نجم المنتخب الهولندي. وبنسخة العام الحالي موجود العديد من نجوم كرة القدم العالمية كسفراء للبطولة، ومن بيناتهم الكابتن فراس الخطيب اللي حيكون متواجد خلال
بطولة كرة القدم من أجل الصداقة، وهو أحد سفراء هذه النسخة، النسخة الحالية، وأيضا سيتواجد في روسيا لتحليل مباريات كأس العالم لكرة القدم لصالح أحد الشبكات التلفزيونية. من خلال الاتصال بتعليقاته مع هلا ممكن يعني بدنا نشوف الكابتن فراس الخطيب، لانه جدوله جدا مزدحم. الكابتن فراس الخطيب بدنا نوجه له التحيه، هو كل نجوم منتخبنا الوطني اللي عم يستعدوا لنهائيات كاس اسيا 2019. كمان من سوريا حيكون في مشاركه كضيف شرف للكابتن محمد العطار اللي هو كان مدرب منتخب سوريا للناشئين اللي شارك بكاس العالم بتشيلي 2015. هو واحد من ثلاث ضيوف شرف قادمين من العالم العربي. نعم. يعني تم اختيار الكابتن محمد عطار كمان من الأشخاص اللي يشتغلوا بالفئات العمرية. فمشاركة سورية حتكون مميزة جدا، وأيضا كمان وفد إعلامي مميز من سوريا حيضم أربع إعلاميين حيشاركوا. نعم. وانت رح في تغطية للإخبارية السورية عن كل التفاصيل، مازن أينما وجد السوري وجد الإبداع، وخاصة أثبت السوري وخاصة فريق الشباب السوري تألق رغم ظروف الحرب. قديش نحن مستعدين أو قديش نحن حابين نخوض هيدي التجربة لنورجي الإبداع السوري اللي يمكن كان معتم عليه أو مغطى عنه بسبب ظروف الحرب، وأيضا بسبب كثير من الإعلام المغرض يلي حاول يشوه صورة سوريا وشباب سوريا. اختينا على محل ثاني بس يعني مفيد جدا، بدك تحكي لي عنه. مفيد جدا اليوم، خلص الحلقه ثاني اليوم اذا مفيد جدا انه نرجع نحكي عن تجربه بعتقد كانت مميزه جدا لسوريا من خلال تصفيات كاس العالم لكره القدم، من خلال شباب سوري قدروا فعلا يتخطوا كثير من الصعاب وقدروا ينافسوا، وكانوا خلينا نقول على بعد دقائق من اكمال الحلم بالوصول لمونديال روسيا 2018، وتأهل المنتخب الاسترالي بدل المنتخب السوري من خلال مباراتين ملحق الاسيوي وبعدين مباريات الملحق العالمي. بالتاكيد وسائل الاعلام العالميه اهتمت كثير بالمنتخب السوري وبالشيء اللي قدمه المنتخب السوري، هذا المنتخب اللي جاي من بلد انهكته الحرب. ومثل ما حكينا كمان يعني اليوم اكثر وسيله لحتى تورجي الحضاره ببلدك هي الرياضه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص. كره القدم اليوم عم تكون صوره سوريا براقة جدا من خلال كرة القدم. الفرحة اللي جلبها منتخب كرة القدم لسوريا شيء كتير كبير، وكمان إذا بوقت كنا نحن مشتاقين وكثير بحاجة لهي الفرحة، وحتى هذا الشيء يعني على الصعيد العربي وعلى الصعيد العالمي أخذ كتير تعاطف المنتخب السوري اللي حقق نتائج جدا مميزة بكأس العالم. وباعتقادي كمان يعني اليوم عم نحكي على مشروع كرة القدم من أجل الصداقة، كتير مهم اليوم عم نشوف أنه المشاركة السورية مستمرة. يعني بال2016 كان في مشاركة لفريق الوحدة، بال2017 كمان كان في مشاركة سورية، وبنسخة العام 2018 هي مشاركة مميزة جدا من عبد الله نجار اللي حيكون كابتن فريقه، وايضا من يزن طه اللي هو المعلق الرئيسي للبطوله الكابتن فراس الخطيب، والتغطيه الاعلاميه الكبيره اللي ان شاء الله حنكون احنا جزء منها، وبالتعاون معكم ببرنامج صباحنا غير حيكون في رسائل مباشره من العاصمه الروسيه موسكو بايام البطوله 11 12 و13 الشهر، لنوضع مشاهدي الاخباريه السوريه بتفاصيل مشاركه الوفد السوري وكل شيء صار مع الوفد السوري وهذا التجمع العالمي الحلو اللي نتمنى انه يتكرس اكثر واكثر. وطالما حكينا عن التميز السوري، انا دائما من انصار نجمنا مجد الدين غزال اللي هو بطل من الابطال العالميين بمسابقه الوثب العالي، واللي هو كمان عم يرفع اسم سوريا عاليا، قدر يحصل على الميداليه يعني ميداليه ببطوله العالم لالعاب القوى وبالدوري الماسي، عم يكون منافس مميز جدا بامكانيات جدا بسيطة، ولكن واحد من الشباب السوريين اللي أبدعوا كتير مجد الدين غزال، وإن شاء الله نتوفق ببطولة كرة القدم من أجل الصداقة لنعطي صورة حلوة ونورجي المشاهد السوري ونعيشه بكل تفاصيل بطولة كرة القدم إن شاء الله يا رب. يعني مازن كرة القدم السورية بترفع الرأس وين ما كانت، يعني هيك بدنا نوجه تحية لكل القائمين وكل المشاركين وموفقين يا رب. بالختام على السريع بكلمتين، مين هن ثلاث فرق بالمونديال يلي العين عليهم؟
على السريع ما هلا انا بشجع المنتخب الايطالي، المنتخب الايطالي برا شوي، المنتخب الايطالي اللي بتشجع انا برا باعتقادي يعني البطوله بالاغلب ما حتطلع برات المانيا حاولت اللقب، المنتخب الاسباني كثير منتخب قوي، انا شخصيا بستبعد المنتخب البرازيلي اللي يقدر يعمل شيء ممكن اصفر ممكن نشوف المنتخب البلجيكي يكون احد المفاجات الساره بالبطوله لانه بيحوي على اسماء كثير مهمه. ان شاء الله يا مازن يكون لمين بيستحق بغض النظر عن برازيل ولا ايطاليا، ان شاء الله بيكون للي بيستحق هو بالنهايه المونديال كل أربع سنين فرصة كتير مهمة وكتير حلوة، وهلأ حنشوف تبلش الجمعات والقصص الكتير حلوة بفترة المونديال. شكراً مازن، يسعد صباحك ورمضان كريم، هيك جو حماسي برمضان حلو كتير، ميرسي لك، موفقين يا رب، كل التوفيق مازن. وصل صباحنا للختام، ليا عم نتمنى بقية نهار يحمل البركة الخير لكم مشاهدينا بكافة أعمالكم، وحتى اللي عم يقدموا امتحانات كل التوفيق لكم، وأيضا إن شاء الله يا رب بيتكلل بالنجاح. موعدنا رح يبقى بيتجدد كل يوم بنفس الموعد 10 صباحا، وأكيد لإعادة واحدة ليلة. نكونوا معنا لنلاقيكم من قلب قصر الياسمين بالمزل، اللي نتشكره أكيد على استضافة، كل الحب لكم مشاهدينا وإلى اللقاء. يعطيك العافية ليا. يعطيك العافية يا سالي، وأنا أيضا بدوري أكيد بدي أتشكر هيدا المكان يلي عم نطل منه، وهو قصر الياسمين، عم نطل منه كل يوم بشهر الخير. إن شاء الله نهار سعيد، ويبقى عم يشهد انتصارات أبطالنا بالجيش العربي السوري. أكيد دعائنا دائم لكم أبطالنا بالنصر الدائم بكل الأراضي السورية. وأكيد بالختام نشكر المصممة عليا الغبرة يلي عم بتكون حريصة على إطلالتنا بهذا الشهر. و من هلأ لبكرة حلقة جديدة، انتظرونا وتبقوا بألف خير. باي باي.